السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله صحة وسلامة. طبعا هواي ناس وشباب طلبوا من عندي ارتب الفيديوهات من الصفر، يعني نبدا من الصفر، المبتدئين من الصفر. يعني حد قبل شوية اتصل بي ولد قال لي علي احنا ما نقدر يعني ندخل على القناة وما نندل وين نروح وين نجي، القنوات صارت يعني يدخل على فيديو من الفيديوهات يلقى 100 شرح عن فيديوهات السابقة مالت يعني غير القنوات. فأنا حبيت أنزل من الصفر يعني من البداية حلقات، يعني راح أسوي هذا الفيديو الحلقة الأولى اللي وراها الحلقة الثانية حتى المتابعين يعرفون، متابعين الجدد يعني مو الحلاقين اللي وصلوا مرحلة الحلاقة والحمد لله والشكر فتحوا محلات وصاروا حلاقين محترفين. هسه راح أبدي وياهم من الصفر، يعني أنا شري أريد من كل مبتدئ مثلا عنده ماكينة بالبيت وعنده مقص وعنده شفرة، زين عيني، هذني راح ابدي ابلش بيهن بالشغل اليوم. راح ابدي بالمواد اللي تجيبهن انت تجيب. شوف اما هاي الماكينه، وهاي الماكينه شويه صعبه عليك وغاليه للمبتدئ. شوف النمر مالتها، شوف هذا نص، هذا واحد، هذا اثنين، ثلاثه، اربعه، هنا سته، ماكو خمسه، وهنا ثمانيه. هاي بالنسبه للامريكي. زين نجي هنا تعال وياي. هذا نظام الصيني، نظام الصيني الشحن يجي الكهربائية وتجي الشحن. النمر مالتها هاي سهلات، يعني اكو بهن انا اذا اريد اشتغل اشتغل بزيني ثلاثة خلاص فقط، يعني ما ارتبك به. بس هن يجن مرات اربعة بالماكينة او مرات ثلاثة، يجن مكتوب النمر واحد اثنين ثلاثة اربعة. زين هاي انا انصح بيها او الكهربائية الشباب المبتدئين يجيبونها. بعدين اشرح بيها، شوف هي بيها صفر وبيها طنقات اللي جوا، وشارح انا بالفيديوهات السابقه، بس راح احكي بس هواي الشباب راح يقول له وين رجعت من اللي ورا. فانا يعني راح ابدي للمبتدئين فقط، اللي راح يبلش من الصفر، اللي ما داخل دوره واللي داخل دوره مثل تعبان وما دخل ومعلمه. هنا نحتاج الى ماكينه صفر تحديد، هاي نحدد بيها بعدين هم نشرح عليها. هسه انتهينا من العده اللي انت تجيبها. عفوا خلنا اقول لك، هنا عندنا الشفره، هنا عندك لازم تجيب عندك مشط ناعم وخشن، هذا الخشن وهذا الناعم. زين وعندنا مقص، هذا المقص راح، وهذا للمبتدئين راح نشتغل به. هذا تحاول يعني للمبتدئ اذا تحصل لك مقص تشرخه، هسه هذا او تشرخه او تعوج الـ يعني الـ الراس مالته راح ما يقص الشعر. زين شباب راح ما يقص الشعر. عندنا هذا المقص اللي هو الصحيح، يعني هذا يقص الشعر. زين هسه احنا راح ما نشتغل عملي بالمقص، بس راح نعلمكم شلون تستخدم المقص، شلون تستخدم المقص والمشط. هسه حاليا احنا اول شيء اريد من عندك التمرين هذا. شوف هذا التمرين، نعوف المشط، هذا التمرين، هل المقص هذا شوف بيه هنا عتلة، هاي العتلة المنفي. شوف هذا الأصبع، الأصبع تعتبره خلينا نبدأ من الزغير، وهذا الزغير وهذا اللي يجي بعده. أكو شباب يستخدمون هذا، وأكو شباب يستخدمون هذا. هنا ما عندنا فرق، بس هذا أضبط. هسه تقول لي شلون؟ وهاي طبعا بعدين راح تعرف ليش، من تقض الشعر راح تعرف ليش. هذا يفيد إذا كنت راح تشتغل مقص او مشط، يعني هالطريقه هاي، شوف هالطريقه هاي. زين اذا استخدمت تستخدم هذا. اما اذا لزمه الشعر، بالنسبه لزمه الشعر، شوف لزمه الشعر، انا من اذا قط الشعر اخذ الشعر والزمه بهاي اصابعي، شوف هنا اسيطر على المقص. اما اذا كان هنا شوف شويه بيرخاوي يصير، وبي شويه طول يصير المقص زياده، هنا مسيطر عليه. شوف صابيع التمن علي، شلون الحيه مثلا حيه تلتف على الفريسه، انا كاظم المقص ومسيطر علي ما يتحرك. شوف هنا راح يصير برخاوة، شوف يعني بس اصبع واحد هنا نتجي هنا، لا بالعكس راح اصبعين يكضن، وهذا راح يتقرب يكض العتله. هم ليش خلوا العتله هنا؟ هسه هم خليني اقول لك، راح يقول لي انا خلي اصبع هذا الكبير على العتله، لا راح يصير رخاوه وعندك يصير يعني مشاكل تضرب ايدك او شيء. فانا افضل هالطريقه هاي. هنا أنا اشرح لكم الطريقه الاولى، هي طريقه المقص والمشط. هذا التمرين الاول، يعني تلزم المشط وتلزم المقص، وهذا الاصبع تستخدمه، هذا الثاني من بعد، الثالث قصدي من بعد الصغير، هذا الصغير قلنا الوراء الوراء البنص، يعني هذا الكبير
الاصبع يعتبر كبير، ولو هذا كبير بس هو هذا قزم ما ادري سمين، بس هذا رفيع طول ماخذ الكبار من اخوه صار الشيخ. هسه هذا المقص، المقص شلون تلزمه؟ هاي لزمه المقص، شوفوا شباب هذا المقص راح نلزمه هيك، وهذا الطريقه، شوف هاي الطريقه تحرك ابهامك. اكو هسه انا اشتغل عادي، اكو يقول لي ليش انتم تشتغلون هيك، انا اشتغل طريقتين مثلا، تشتغل هاي الطريقه مثلا مثل ما اشوف، ما اشوف هاي الطريقه او هاي الطريقه، اثنين يعني اثنيناتهم هاي الايد كلها تتحرك او بس الابهام يتحرك، يا طريقة تستخدمها مو مشكلة، ما بيها أي مشكلة. تجي للمشط زين، المشط يومية تحط رجلك مثلا هيجي وتظل تشتغل، بس دير بالك على أصبعك هنا، أنا تبعد أصبعك وتظل تشكشك بالمقص حتى تخف إيدك. شوف هاي تصير سولتك بهاي شغلة، تباع على التلفزيون على مسلسل، تلعب بوبجي ما أدري السايطر من لعب بوبجي ما أعرف. هاي الطريقة الأولى مالت المشط. ما نريد المشط، احنا راح نشتغل بالشعر، يعني لزمة الشعر، لزمة الشعر تكون متي تلزم الشعر، بعدين راح اطبق لكم شلون نلزم الشعر، راح يتحول من هذا الاصبع لهذا الاصبع المقص. شوف حتى هاي اصبعين يسيطرين علي، شوف هاي حركتك الصير، او هاي او هاي حركتك الصير، ماكو مشكلة، بس هي حركة حلوة هاي امريكية، زين هاي الحركة. هنا نجي مثلا شوف هاي الحركة الأولى، يعني انا شلون الزم المشط، هو ما الزمه بهاي ايدي، زين الشعر شلون راح الزمه؟ فش اكو طريقه، هاي خلينا نشرح على هاي، خلينا نقول هاي تم على توقف الباروكه، ما جبتها طبعا، عندي باروكه بالبيت او قاعد واحد من الاطفال اشرح عليه، خلينا نقول هذا الشعر، هذا الشعر اكيد تلزم الشعر هيك تلزمه وتحول المشط هنا وتقص. هاي الطريقة شوفها هسه راح ادي لك اياها من البداية، اجيت خليت المقص بهذا الاصبع، قلنا ورا الاصبع الصغير، اجيت هذا الابهامك هاي الحركة الأولى، شوفها هاي الحركة الأولى، عود نفسك هذا التمرين الأول. هسه تقول ليش تطلع الاصبع وتراجعه؟ حتى انت بعد راح تصير عندك شوية سهلة، يعني ما تصعب عليك، انت راح نعطيك تمارين، يعني شوف هسه هاي التمارين مثلا، هذا التمرين انت كاظي المشط بيدك مثلا، هذا كاظي المشط تمشط الزبون حتى تكض الشعر بهالطريقة، هاي تاخذ الشعر وتكضه وتجيب المشط وتخليه هنا، شوف هاي شوف هاي هاي ليش اقول لك انا التمرين الاول؟ لان انت راح تعوف هذا الابهام، يعوف هاي الحلقة مالت المقص بوعلها، عفتها ولازم تلزم المشط تاخذه، تمشط الشعر مال الزبون، الشعر تاخذه يجي باع اصبعك يصير مثل المقص، يعني انت كضيت هاي الخصله، اجيت اصبعك هذا وهذا اثنيناتهم راح يكض الشعر، من كض الشعر تخلي المشط بايدك او تخليه على الراس وتخليه هيك، هاي بعدين راح اطبق لكم اياها، بس احنا مشكلتنا بالحركه مالت المقص، شلون راح نستخدمها باوع؟ هذا الابهام اللي اقول لك شوف، هسه الابهام لازم يرجع، يعني كان كاض المشط. زين واذا كاظ المشط شلون؟ اذا قصدي اذا بالحلقه مات المقص راح تصير صعبه عليك، احتمال المقص يضرب الزبون. فشوف هاي الحركه اذا كظيت المشط يصير صعب عليك، لازم تطلع ايدك من الحلقه مات المقص وتلزمه، شوف صارت حريه عندك والمشط المقص يعني صار بعيد شويه، شوف البوز مالي فوق حتى تاخذ الشعر وتخليه، شوف راح ترجع مره ثانيه، شوف حتى تقدر تقص الشعر. هذا الشعر صار هنا بايدك وراح تقص، مرة ثانية ترجع تكض المشط وتمشط الزبون ترجع وتكض، هاي الحركة تطبقونها مثل ما قلت لكم، واحد اثنين ثلاثة أربعة، خلينا نقول بس حركة المقص هي واحد اثنين، واحد اثنين قصدي واحد اثنين واحد اثنين، شوفوا شباب حتى انت تقدر تكض. هسه انت ما اريد انك تقص، يعني انت مرحلة الأولى هسه تقريبا، نقول من هنا بالمرحلة الأولى، من هنا تصور لي هنا، تصور لي على المقص، هاي المرحلة الأولى، شوف هيك تكض المقص، يعني هسه أنا إذا أطبق على رجلي لما تشوفون شباب هيك بابا ما يمك شعر، تاخذ كأنه ماكو شعر وتحط المقص المشط هنا وتقص، مرة ثانية أخذت الشعر بهذا صبعك، مو فوقه إيدك مو فوق المشط، لا تصير جوا المشط، يعني كأنه ما هذا الشعر. تاخذ شوف كضيت الشعر الخصله وجيت شوف هاي شلون طلعت ابهامي من المقص، انتبه علي، انتبه على هالحركه بابا، واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين
ثلاثة، واحد، اثنين، ثلاثة. هاي حركة المقص، وقلنا حركتين عندكم، هاي الحركة والحركة هاي اللي طبقناها زين حتى تصير عندكم سريعة. مثل ما قلت لكم أعيد لكم إياها، هاي الحركة طلعت فهمك، قضيت المشط، خليته هنا، مشطت، خدت الشعر، جيت قصيت. بس راح نقطع التصوير وراح اشرح لكم ان شاء الله بالفيديو اللي وراه ان شاء الله عملي على الشعر شلون تقضي. زي ما قلت لكم شرخوا لي مقص من هاي المقصرات، شرخوها صار متروخ المقص او تعوجه. هاي شوف شوف هالطريقه تعوجه، بعدين هاي تقضي منها ومن المقص وتعوجه، تعوجه للداخل يعني. طيب ميلان هاي الثانيه بتقلبها وتعطيها ميلان، راح ما يقص الشعر يعني. شوفوا هسه، شوف ما يقص الشعر، ما يقص، ما يقص لان معوج، ما يقص، ما يقص يعني. ما تخاف يعني، اذا عندك ابنك او اخوك الصغير تقدر تتعلم بعملي، راح يصير عملي زين. هسه ختام الفيديو مالتنا، انتظروني الفيديو اللي ورا، مع السلامه.